الحرائق لهذا العام. يستغرب البعض اليوم من سبب انتشار الحرائق بالآونة الأخيرة. عادي يعني الحوادث تحصل. بالعراق يعني كان في بال الكثير بأنه هو الأكثر حوادث. احنا نقول لا. أنا كنت في مؤتمر في روسيا وكان من ضمن الحضور جميع مدراء الدفاع المدني في الدول المجاورة أو الدول العربية. وسألت مدير الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية. فسألت عن عدد الحوادث لعام 22. فقال احنا تحصل عندنا حوادث أكثر من 120 ألف حادث. احنا العراق كله ما تجاوز 28 ألف حادث بالسنة الوحدة. بالسنة زين. بالرغم من العمران اللي موجود هو في والتوسع السريع اللي حصل في كل المدن، ما نقول بغداد، في كل مدن العراق. فاحنا الحمد لله وشكر هذا العام يعني قلت الحوادث أقل بكثير من عام 22. وهذا طبعا يعود للتوعية، الجانب التوعوي اللي هي اعتمدناه من بداية تسلمنا لهذا المنصب. والحمد لله وشكر حققنا فد شيء هو انخفاض في نسبة الحوادث. نعم. اليوم كثرة البناء اللي نشوفه الحديث ينقص الكثير من شروط السلامة. بالتالي اليوم كمديرية دفاع مدني أكو عقوبات تفرض على صاحب البناية أو المولات التجارية أو الأسواق الحالية؟ بالتأكيد يعني مديرية الدفاع المدني عندها قانون اللي هو يحاسب المخالف. قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 بمادته 20 و 21 نحاسب المخالفين وفق المادة المواد اللي ذكرتها. نعم. أيضا عندنا مادة اللي هي تخول السادة المحافظين، المادة 10 من نفس القانون، بغلق المحال المخالفة لشروط السلامة لمدة 15 يوم. أيضا هسه بالتعديل الجديد يعني انطت يعني تعديل جديد إن شاء الله في دورة للإقرار يعني في مجلس يعني في البرلمان العراقي الموقر، سيقر قريبا إذا تحقق يعني راح يصير أكو صلاحية للسادة المحافظين بغلق المشروع لحين توفر متطلبات الدفاع المدني. نعم. حقيقة هذا راح يوفر علينا هواي يعني راح تتحسن الأمور. وبالتأكيد راح يوفرون متطلبات الدفاع المدني، راح المواطن أو أصحاب المشاريع راح يكونون أكثر التزام. أيضا خولتنا اللي أكو جلسة فصل في مديرية الدفاع المدني وفق المادة 20 و 21 خولتنا بصلاحية الغرامة، يعني كانت في السابق من 250 إلى مليون، أصبحت هسه بالجديد أصبحت من 250 إلى 10 مليون. بالتأكيد هاي الغرامة راح تحد من المخالفات، وأنا يعني متوقع بأنه راح تنخفض الحوادث إلى أدنى حد. زين، هاي المبلغ يعني يفرض على منو أو منو اليوم المخالف؟